مرحبا بكم في قناتنا سامبا اليوكرين، لنعرض لكم حياتنا اليومية وتعلم اللغة الأوكرانية. معكم ماريا وأمها لودميلا. لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر. ماذا تفعلين شربش؟ والله تطرز أمي صورة. جميل، هنا ذئب وقمر، ما شاء الله أمي شاطرة. اليوم عندنا سوق شعبية واشترى أبي تفاح. ما شاء الله تفاح كثير. وصلنا إلى المزرعة وأين مشتاقة إلي. عينتك على جنبك هذا الخشلات. عينتك عجيشي الآن. عينتك علينا تفرحوا. الآن طلب أبي وصول هذه السيارة الكبيرة. انظروا، لمدة ساعة واحدة لكي نشحن عليها يعني زبالة مثل هذا. انظروا، هذا لا أعرف نفايات مواد البناء أو كيف سنسمي هذا. انظروا مثل هذا. أمور يشعر بالبرودة، لذلك ألبسناه هذه السترة. أمورك الآن ستريكم أمي المزلقة. هذه المزلقة نستخدمها في الشتاء. الشتاء على الجليد. نحن نرتب فناء البيت. هذه زهور خريفية، سأريكم إياها. ما شاء الله هذه الألوان زاهية جميلة. هنا يمكن أن نرى كيف تصفر الأوراق، بعد ذلك ستتساقط على الأرض. ما شاء الله. هذا قوس. انظروا إلى هذه الزهور. أمورتك تختوى، من هذا؟ أمور يخبر أين أن كل وصل. كذلك عندنا هذه الزهور. انظروا إلى هذه الحشرة، نسميها بقرة الله أو شمس. جميلة. تريد
أريد الطيران. ماذا بك أمورك؟ هذا حديد سنعطيه لإعادة التدوير. أعطى أخي الصغير ليساعده. ننظف فناء البيت ونرتب كل الأشياء. انظروا إلى هذه الأوراق التي تصفر وتحمر وتصبح بنية. كل هذه آثار فصل الخريف. سأريكم أيضا جمال فصل الخريف. انظروا جميلة، أليس كذلك؟ هذه الألوان من الصفراء حتى البنية. وهنا جيراننا يبنون بيتا. وصلت بهذه الدراجة الهوائية. أجلس على الأرجوخة. أمور معي. الآن أمي ستزرع وردة، لذلك تجهز الكوب بالتربة هكذا. فعلت أمي ثقب في هذا الكوب البلاستيكي. كورني بينزا تاكي سبيسيالني موتشو. تشو مام؟ تاكي أكورين أكوريني واتش. وهذا مثل أسمدة. يوتاك تربا نسكسو. هكذا. ها هي الطريقة. سترو يوندي. واردة. هذا كذا لوية. لوية هذا موتشويش. بوديتشكو بوليفويش. بهذا الماء يجب أن تسقي أمي. هكذا سينتظر حتى فصل الربيع، وستكون الوردة مثل هذه. ما شاء الله جميلة. وهذه المقاطع من إحدى حدائق مدينة كييف. انظروا هكذا يعتنون بالطبيعة بالأشجار.
Маза ульхейр, умі, маза таклина, що смажеш? Буду тобі на роботу з овочами рису мати. Маша, она, умі, татухал дзерулі, аль арус дзерхудрават, лікай аху за газа таам, іля макта біттарджама, ва атанавала лгада. Маша, она, ундзеру, вона, шурават альфутер. كذلك هنا كورون مقلي ما شاء الله بالجزر وكذلك حضرت أمي سيرنك فطائر من الجبن القريش ونأكل هذا الفطر ليس فطر بل الفطائر سيرنك بالقشطة ما شاء الله بهذه الطريقة حضرت أمي سيرنك على المقلاة الآن أمي في المزرعة تجني محاصيل الملفوف ما شاء الله بسكينة تقطف كل هذا الملفوف الكورون معكرونة قليلا وسلطة عندنا هرينك خبز مقلي أوكراني ونمسحه بالثوم كذلك فطر عندنا كورون بصل هذا يعني ليس لي لأن هذا لحم مضروب هنا عندنا حلويات ما شاء الله كذلك أهدرت لي أمي باقة الزهور هذه جميلة ما شاء الله انظروا زهور خريفية جميلة